ما وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشونه ولا يخشون الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا وكفى بالله حسيبا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما وخاتم النبيين وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول
النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. ما شاء الله.